طيب عرفنا من دكتور وسيم السيسي ان التاريخ بيقول ان مصر والمصريين محفوظين، ده قاله هيرودوت وقاله بعد كده المقريزي. فكنت بسأل سيادتك قبل الفاصل، يعني ممكن الجين او العرق المصري بجيناته يكون فيه صفات خاصه بتكسبه المناعه؟ اعتقد كده. ليه؟ لانه اقدم الجينات الموجوده حتى الان، ويؤكد هذا البحث اللي طلع من بتاع كيبلينج، وطلع واحد اسمه لوكا باجامي وكوفرشيلد، ده موجود البحث ده، هو طلع في سنة 15، Egyptians in all of us، المصريون فينا. حضرتك ذكرت ان لقوا الجين المصري موجود في اسيا وفي اوروبا 55,000 سنة، من 55,000 سنة. ألف سنة. فكون ان احنا جيناتنا منتشرة الى هذا، يعني اي حد في ايرلندا يقول لك احنا عندنا اثار مصرية موجودة وصلوا الى جنوب افريقيا. حضرتك قلت ان كان في العصر اللي كان فيه جفاف بعد الحصار المطر، اللي هي العصر المطير، كانوا بالزبط. في العصر المطير منتشرين بالزبط. في الجفاف جم في حول المنطقة النيل. حول النيل حول طبعا النيل. دول تعرضوا بقى شوف لقد ايه، وده اللي يخليهم يوصلوا لايرلندا، مواسم هجرة لامريكا الجنوبية، لجنوب افريقيا. هم اللي وصفوا رأس الرجل الصالح لما قالوا لأمر ما لا نعرف، الشمس كانت تشرق من على يمنا دلوقتي من على شمالنا. هم مش عارفين ليه، انما هو لانه لفوا من حوالين افريقيا. وبرغم ان هيرودوت كذب الرحله دي عشان الحته دي، انما الحته دي هي اللي اكدت ان هم لفوا فجين ضارب في القدم بهذا الشكل، وطبعا تعرض ليعني قد كده، لازم يبقى جين قوي.